أود باسم رئيس جمهورية الكونغو السيد دوني ساسانغيسو وباسم الوزير الأول الذي كلفني بهذه المهمة الهامة واللذان أصرا عليها بحكم الصداقة العريقة والمتينة والتاريخية التي تجمع بلدينا. أود أن أشكر السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أولا لما أظهره لنا من حسن الاستقبال خلال هذه الزيارة وهو ما يسمح لنا لترجمة هذه الإرادة المشتركة في المجال الاستراتيجي والحيوي للغاز والبترول وهذا لنوعيه العلاقات السياسيه والدبلوماسيه والثقافيه التي تجمع بلدينا وكل هذه العوامل تقودنا الى تحقيق تعاون قوي في مجال الطاقه خاصه البترول والغاز على مستوى الوزارتين وعلى مستوى الشركتين الوطنيتين للطاقه خاصة وأن شركة سوناتراك تعد مرجعا على المستوى الإفريقي والعالمي في مجال الطاقة وسنعمل على تطوير شراكة بين سوناتراك وشركتنا الفتية في مجال المحروقات حيث ننتظر الدعم من شركتكم التي تتمتع بخبرة كبيرة خاصة في مجال صناعة الغاز والذي تتحكم فيه سوناطراك نود ان نمد جسور التعاون الطاقوي بين الجزائر وبرازافيل والذي نفتح من خلاله افاقا واحده للشراكه بين البلدين وفي افريقيا سنعمل سويا على تطوير التجاره الافريقيه البينيه هناك ازدكاف التي تعمل على تطوير التجاره بين الدول الافريقيه مما سيستدعي اعطائها دعما اكبر خاصه من قبل الدول المنتجه للطاقه وبالنسبه للبعد الجيوسياسي والدولي اقول انه لابد على افريقيا ان تكون قوية وموحدة تتكلم بصوت واحد لبناء استراتيجية خاصة بافريقيا لمواكبه التحولات الطاقوية. مقابلتي مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كانت جد ثرية حيث استمعت باهتمام للسيد الرئيس الذي قدم معطيات هامة خاصة ببلدينا وإفريقيا وهو ما سأنقله بأمانة للرئيس الكونغولي ساسا نجيسو الذي تربطه بالجزائر علاقة وطيدة خاصة وأن له ذكريات جميلة بالجزائر حيث تابع تكوينه العسكري هنا بالجزائر وسنعمل بكل جدية وبسرعة من أجل مصلحة بلدينا E